سمعت هالخبرية؟ شو؟ احكي يا رجل. بيقول لك دار أبو فلان معهم كورونا. مين أبو فلان؟ اللي عندهم دكانة؟ أها يا حبيبي سكر، بدي أحكي لأهل الدار عندي. اسمع وينك؟ تحكيش إنه أنا اللي حكيت لك. ألو ألو، ديروا بالكم حد يمشي من جنب بيت أبو فلان أو حتى يوصل دكانتهم، هدول اللي نشروا الفيروس عنا في الحارة. دار أبو فلان. عن مين بتحكي؟ دار أبو فلان ولا أبو علان؟ دار أبو فلان، ابعدوا عنهم. كت كت كت، لحظة شوي، الأصل نتصل على أبو فلان ونتأكد من الخبر، وإذا صحيح بنشوف إذا بده مساعدة بأي إشي ونشد على إيده في المرض. لا أبو فلان ولا أبو علان حابين يمرضوا ولا ينقلوا المرض لحدا، خلينا نعمل بأصلنا ونساند بعض وربنا يسلم الجميع. إجراءات السلامة: غسل الأيدي، ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي.